لذلك أيتها المناضلين أيها المناضلات، ولهذا أختي المواطنة أخي المواطن الحاج بيض ركز ركز شوية، أنا هي أختك المواطنة وهذا راه أخوك المواطن. لا لا الأستاذ عاد بغيت نتشاور معك، هذه بغيت نديرها بالعاني، غادي نبدا نقول المرأة أخي ونقول الرجل أختي، عرفتي علاش؟ باش نأكد للناس بأنني ما كنفرقش ما بين المرأة والراجل.